لم يكن خاصة. يا ليتها صارت خاصة، هي لا يخبر نفس الخاصة، هي إذا أتت كالنار إذا أغلق في الهشيم، تأتي على الأخضر واليابس ولا تفرق بين الصالح والطالح. تقول السيدة أمنا عائشة رضي الله عنها عندما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي والعنوان وإصلاح ذات البين أمر مشهور وجهاد مطلوب وسحر مشهور دعا إليه الدين ورغب فيه لما فيه من إعادة الألفة إلى القلوب والوحدة إلى الصفوف والاجتماع على الخير لأنه لأنه
رأيك مش هي. لذلك هذه الشهادة التي نقوم بها نحن على الناس لا يمكن أن تكون إلا بأن نحقق هذا الخير فيما بيننا وبينهم. استقبل اليوم عليه الصلاة والسلام ابتدأ بنفسك ثم بمتعه. هذا بحكم محاضرات التي نشارك فيها. والمجال الدعوي الذي نحن فيه نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص فيه. فإنني أشارك في عدة لقاءات وندوات ومحاضرات ولا سيما في المؤسسات التعليمية. صدقوني إذا قلت أن أكثر ما يطلب مني في المؤسسات التعليمية المحاضرة في موضوع نبذ العنف بين التلاميذ. صدقوني كيف أقول أننا نتكلم كثيرا في المؤسسات في المستوى الإعدادي وعلى مستوى الثانوي الإعدادي والثانوي يعني التلاميذ والطلبة اللي جايين الآباء أولياء التلاميذ والأساتذة والمدراء كيعانيهم وتيقول لك شوفوا كيف يديروا معانا هذا المعضلة العنف الموجود في المؤسسات التعليمية ومن اللي كتدخل الجامعة كتلقى فيه حروضات لأنك تجد فيه عنف جسدي وكيف الدين رافد أيديولوجي وما كاينش الحوار وما كاينش النقاش وما كاينش السلم وما كاينش التسامح وما كاينش تقبل من قبلك هذا مشكل كبير جدا. وإن هذه الحقوق الحمراء محرمة في الشريعة.
Yeah.